تقدري تقوليهم؟ نظن هذا لو بور دو ماسك ماشي يعني حاجه اللي احنا شفنا يعني ميم الناس اللي على بالهم يعني لما تبعوا خبراء تبعوا ناس اللي يعرفوا مليح لو ماسك هذا قالك بلي لو ماسك هذا ما يقدرش يحمي انسان اللي ماهوش زعما اي انسان هذا الانسان اللي يحمي هذا لما زعما الانسان يكون واحد اللي مريض يدير لو ماسك باش لي فيروس ما يروحوش لعند الناس اخرين ولهذا لو ماسك اي انسان يكون مريض خاصة دوكا يعني نقدروا نقولوا الانسان اللي راهو يسعل الانسان اللي عنده سعله ولا عنده ولا ايليتيرني ولا يدير لو ماسك هذا باش كي الناس باش ما يعديش الناس باش لي فيروس ما ينتقلوش لبلايص واحد اخرين لانه كيدير مثلا لي غون راهو يلامس الاسطح يلامس ويلامس عينيه ويلامس لما نتكلم على لي غون سي اوتر شوز دونك انا نهضر على لو بور دو ماسك هذا هو الطبيب اللي يقدر يديرو لافيرمي سي لو بيرسونيل دو سونتي اللي راه يعالج هو اللي راح يستعمل لو ماسك راح نقدر نتكلم عن انسان في مثل تاع لا بروتيكسيون سيفيل اللي راح هو يكون قريب من المريض راح يرفد المريض دونك هنا يقدر هو معرض للخطر يعني هو معرض باش يجي لو فيروس لا ترانسميسيون الي ا ريسك ديتر كونتامين الناس الاخرين ما لازمش يعني باش كيديروها قلت لك يعني الانسان اللي يكون مريض هو اللي لازم يدير باش ما يعديش ويديروها يحطوها لهنايا في لو مونطون فوالا ومن بعد يعاود يرجعها ما يقيسش يدو ربما هي بالكون راهم داير الكون والكون راح يقيس اماكن ممكن تكون ملوثه ومن بعد يقيس نيفو يقيس عينيه دونك لا كي شغل ما دار والو كي شغل ماهوش محمي ولهذا نقول لهم انا ونعاود والناس الكل يهضروا والدول الكل يتكلموا عليهم والرؤساء الكل والخبراء يقول لك هي الحاله الوحيده هو اننا نغسلوا يدينا بالماء والصابون هو اللي باسكو كي نغسل بالماء والصابون نغسل مليح يديا بالماء والصابون لي فيروس يروحوا ميم كي نقيس حنا نقولوا ما تقيسيش عينك ما تقيسش فمك ما تقيسش هكا وهذو قريت نقولوا ما تصافحش ما تسلمش ما تقربش بزاف للانسان ولا كان عاد مريض المريض اللي عنده هكذا يروح للمؤسسه اللي امبيراتيف باش يروح للمؤسسه وهو يقدر هذا الانسان المريض يدير له ماسك ما يديرش ماسك يدير حاجه على فمو هكذا باش كيما يخلي بلي لي فيروس ما يروحوش ويقول لهم هكذا ونسيو باش ما يقيسوش البلايص هكذا اي حاجه قصناها اون باس فريكسيوني لي ما افيك اون سوليسيون تروكولي وهذا هكا ولكن تجمع الناس اللي يديروا هكا وزياره الاقارب وكل شيء يا اخي عندنا دوك تليفون كاين الواتساب كاين الفايبر كاين نقدروا يعني نتكلموا مع الناس بغير ما نروحوا عندهم قلت لهم اذا كانت هناك تاع زعما الجنازة باش كي تروحي عند الجنازة تقول له بلي الجنازة صحيح باش نروحو نعدمو الأجر لازم حنا عندنا بيزوان دي جون باش يكونو معنا نقدر نعدمو لهم الأجر بالوقفية نصو مع بكفو بعاد عن الناس وكل واحد يروح لدارو ما يفطاوش تما ما يقعدوش بزاف مع بعضهم لهذه هي الحالة الوحيدة اللي تسمح لنا باش نتفاداو انتشار دكتور حمادي ارتفع عدد المكالمات الهاتفية في المجمع الاتصال يعني هاد الايام شحال تطلع صحيح يعني ارتفع بزاف الناس بدات تخوف تقول لك يعني يعني بريس دو كونسيونس تاع الناس على خاطر الناس كيعيطوا يقول لك كاين عرس او كاينه جنازه او كاينه فات دونك الناس هادو كيجيو تسمى خايفين بصح كاينين يقول لك يخاف ويروح هو ثاني يا سي تونتاسيون دونك كاين ناس غيتبلغ كاين ناس يتبلغ يعني جيسبر كلي كوليكتيفيتي لوكال اللي هما يعني يبون بروندر سا او سيريو باش كي زعما انتردير سي بتيتر ترو دي دو دير انتردير ولكن على هذه نقول اون ريكومونداسيون لابليكاسيون دي ميزور بريز بار لو غوفرنمون سي با سولمون باسكو جو دي توجور كو لو مينيستير دو لا سانتي ايل ريكوموند ينصح يعطي نصائح ويشرح على خاطر نخدموا مع خبراء نقولوا بلي لازمها واش لازم نديروها واش لازم نديرو والناس لازم لا ريسبونسابيلتي تاع الانسان اللي مريض خاطر ربما ما خداش هو الاحتياط تاعو ربما كان ما على بالوش وحنا دوكا وضعنا هذا لو سيت نتكلموا في التلفزه نديروا لي سبوت باش الناس يسمعوا هادو باش يتبعوا لهاد لي ميزور باش نتفاداو لو سيت تاع www.sante.gov.dz هذا وكاين لو سيت كوفيد 19 تاع وزاره الصحه هناك لي سبوت لازم نسمعوهم ونتبعوهم لو بورت دو غون اللي نقول لكم نعاود عليه خاطر نديرو لي غون لما نشوفو بلي كي نجي نحي لو غون ونحي
نقيس الاخرى. اذا كان دي فيروس في يدي راح نقيس روحي، ولهذا افضل وسيله هو غسل اليدين للفريكسيون افيك لا سيليسيون دو اركوليك. ميرسي دكتور، يعطيك الصحه.